وتستمر أنشطة وبرامج مركز سلمان الثقافي، حيث أقيمت ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وكالة أنباء البحرين بعنوان أنا صحفي، لتعريف الأطفال والناشئة على مصادر الأخبار وأسس ومهارات صياغة الخبر الصحفي. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة سوسن درويش، تابعوا معنا. بالتعاون مع وكالة أنباء البحرين، أقام مركز سلمان الثقافي برنامج تدريبي بعنوان أنا صحفي، ويهدف البرنامج بتعليم المشاركين أساسيات كتابة الخبر الصحفي والمهارات اللازمة للنجاح. طبعاً احنا عندنا برنامج وهو بعنوان أنا صحفي، يشمل مجموعة من ورشات العمل والمحاضرات اللي نقدمها للأطفال، خصوصاً أطفال مركز سلمان الثقافي. وهذا البرنامج يحتوي على مجموعة مثل ما ذكرت من ورشات العمل، واحدة منهم طبعاً نشرح لهم من هو الصحفي، شلون يتعامل الصحفي في الأحداث في الأماكن اللي هو يكون متواجد فيها. الشيء الثاني طبعاً شنو المهارات اللي المفروض تكون عنده على أساس أنه هو يكون صحفي أو يكون مراسل. استهدفنا مجموعة من الأطفال اللي هم من العمر 9 إلى 15 سنة حتى يقومون بدور المراسل إن شاء الله حالياً وفي المستقبل. كذلك من ضمن الورشات اللي راح نقدمها شلون الطفل يكتب الخبر، شلون يكتب لنا مقال، كيفية عمل اللقاءات الصحفية مع مختلف طبعا الأعمار. بهذه الطريقة نخلي الطفل يكون متمكن حتى أنه يكون إن شاء الله صحفي في المستقبل. البرنامج هو تبع برنامج الصيف اللي عندنا أجيال 2030. البرنامج بيكون هني في الوكالة لمدة 5 أيام، مجرد بيكون عبارة عن تدريبات ورش عمل، كنا ترينينج متكامل حق الناشئة. تعلمت شلون نحصل أخبار من الوزارات والإعلام والمراسلين وأشياء اللي وكالات. تعلمنا إن مو بكل الأخبار صجية، يمكن مو بصج، يمكن بس سوا من مخهم ونشروه. شاركت اليوم عشان أحقق حلمي في المستقبل اللي هو إعلامي، وأنا اسمي جاسم محمد تميمي، أعرفكم بنفسي، أبى أصير إعلامي وهاي يعني وجهتي في المستقبل وهدفي. أنا جاي أحقق هدفي وأحلامي هني.